في محافظة البصرة في ظل حظر التجوال المفروض. ينضم معنا مباشرة الزميل علي عدنان. مرحبا بك علي، حدثنا عن إجراءات حظر التجوال المفروضة في المحافظة، هل هنالك التزام بقرارات خلية الأزمة خاصة بعد ارتفاع الأعداد؟ تفضل. اهلا ايناس، لحد هذه اللحظه هناك يعني استمرار بعمليه حظر التجوال، واكيد القطاعات الامنيه منتشره في المحافظه في داخل مركز المحافظه والاقضيه والنواحي، لكن هناك كسر لحاله حظر التجوال في بعض مناطق المحافظه وخصوصا شمال مدينه البصره منها الاقضيه والنواحي وغرب وشرق المحافظه. هناك ايضا قضاء الزبير وضعت القوات الامنيه يعني حواجز كونكريتيه لغلق القضاء بعد كسر حظر التجوال من قبل العديد من المواطنين. وأيضا سجلت محافظة البصرة اليوم 25 إصابة، وأعلنت وزارة الصحة العراقية يعني يوم أمس واليوم الخميس ويوم الجمعة هي 11 حالة و25 حالة، تجمعت ما بين 36 حالة هما عدد الإصابات، ووصلت عدد الوفيات إلى 7 وفيات في محافظة البصرة. وأيضا يعني سجلت محافظة البصرة هي أعلى المحافظات من حيث الإصابة بعدد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة لي هناك تصريح من قبل وزير الصحة في الأيام المقبلة سيكون هناك زيارة لوفد من وزارة الصحة لزيارة المحافظة والاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الكوادر الصحية ودائرة صحة البصرة بموضوع اليوم كيفية معالجة ومراقبة المصابين بفيروس كورونا بعد ارتفاع حالات عدد المصابين بهذه المحافظة. وأيضا قوات الصدمة اليوم يعني طوقت الكثير من المناطق ويعني رصدت الكثير من المخالفات من قبل المواطنين بكسر حظر التجوال خصوصا في الأسواق والأماكن والأقضية والنواحي كما ذكرت، والمناطق الشعبية تحديدا لم يكن هناك التزام من المواطنين رغم المنادات من القيادات الأمنية بالسيارات الراجلة ويعني الهتافات من قبل الكثير من الجهات المختصة بخلية الأزمة يعني توعية المواطنين للالتزام بالحظر بعد تسجيل حالات الإصابات بعدد مرتفع طيب في محافظة. طيب ذكرت أن هنالك كسر لحظر التجوال من في بعض المناطق يعني في محافظة البصرة، طيب يعني من يتحمل مسؤولية استمرار هذا الخرق؟ ربما ونحن متواجدين أمام مقر قيادة شرطة محافظة البصرة هناك مؤتمر لقائد الشرطة وخلية الأزمة والمحافظ، هذا المؤتمر ربما سيعلن حالة الطوارئ أم لا، الساعات المقبلة ستؤكد ما سيعلن عنه قائد شرطة البصرة وأكيد محافظ البصرة، هم من يتحملون مسؤولية اليوم كسر حظر التجوال والتهاون مع بعض المركبات خصوصا في المناطق الشعبية كما ذكرت، رغم الغرامات التي وضعتها يعني مديرية مرور محافظة البصرة بالمخالفات بغرامة 100,000 لكل من يحاول اليوم كسر الحظر وحجز للسيارة 100,000 على الأفراد أم على السيارات؟ منادات من قبل جوامع محافظة البصرة هناك. نعم، هذه الغرامة تفرض على الأفراد، غرامة لكل من يحاول اليوم على السيارة نعم تفرض على الغرامة على السيارة التي تجوب شوارع محافظة البصرة، بالإضافة لحجز المركبة وحجز الشخص الذي يقود المركبة، وهناك إجراءات قانونية يعني ستقام عليه إذا كان هناك يعني كسر لحظر التجوال في المحافظة. وأيضا كما ذكرت في الأقضية والنواحي هناك اليوم بقضاء بالخصيب والزبير تحديدا وقضاء القرنة والدير، كل هذه الأقضية والتنومة أيضا هناك يعني عدم التزام بموضوعة الحظر، ورغم التوعية التي تطلق من قبل خلية الأزمة والدائرة صحة البصرة، لكن هناك أحب أن أنوه عن نقطة مهمة هي افتقار محافظة البصرة وبعض السيطرات وبعض المواطنين والبيوت لموضوعة اليوم تجهيزهم بالكمامات والكفوف خصوصا بعد تخصيص 3 مليار من قبل محافظ البصرة لدائرة صحة البصرة، هذا المبلغ ربما إذا صرف وعولج يعني بصورة واقعية
ستكون هناك إجراءات صحية لمعالجة أو للتخفيف من الإصابات بمحافظة البصرة بفيروس كورونا. الفرق الجوال التي تجوب شوارع المحافظة لا تكفي للتقليل من خطر الإصابة بهذه المحافظة. طيب علي، ماذا بشأن حدود المحافظة سواء مع المحافظات الأخرى أو الحدود الخارجية؟ كيف هي الإجراءات؟ ما مدى الالتزام بمنع المرور دخول أو خروج السيارات أو الأشخاص بصورة عامة؟ الكل يعرف أن الحدود مغلقة ما بين الدول المجاورة، خصوصا جارة إيران والكويت. هناك منع لكل من يحاول الدخول والخروج من هذه المحافظة عدا المواد الغذائية و المواد المرخصة من قبل خلية الأزمة لدخول للمحافظة، المواد الاستهلاكية. لكن هناك تسريبات من بعض المواطنين في منطقة السيبة تحديدا، يقولون أن هناك أبلام تجوب شط العرب لنقل المواطنين العالقين في مع الجارة إيران بنقلهم إلى محافظة البصرة. ربما هذه أحد أسباب تزايد عدد الإصابات في محافظة البصرة. الكل يعرف أن إيران هي أحد الدول التي ارتفعت بها الإصابات في الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة، رغم الإصابات ببعض الدول. رسالة نوجهها للقيادات الأمنية والقوى النهرية بأن تكون هناك قوة إضافية تضاف شط العرب يعني هؤلاء يدخلون بصورة غير رسمية إلى العراق عن طريق شط العرب من الجارة إيران. نعم، عملية تهريب يقوم بها بعض المواطنين. الكل يعرف أن الحدود مغلقة، فهذه الطريقة الوحيدة التي ربما ستكون هي الخلاص من المكان العالق به كل عائلة، وأكيد الرجوع إلى العراق عن طريق هذا النهر. خصوصا الكل يعرف أن شط العرب هو المنطقة الوحيدة أو النهر الوحيد الذي يربط إيران مع العراق، وسيكون المنفذ الوحيد لرجوع بعض العوائل. نعم علي عدنان مراسلنا من البصرة كنت معنا، شكرا جزيلا لك.